للأسف في واحد شيخ من المشايخ يقول إن عائشة لما عقرت ناقتها يوم الجمل مد أخوها عبد الرحمن يده، عفوا، مد أخوها محمد يده من تحت الحجاب لم تعرفها، فقالت حرق الله هذه اليد فمات محترقا. كل هذا من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة، لا سند لها. ونرجو من إخواننا الذين ينقلون هذه الأشياء وهم من المنظور إليهم أن يراعوا صحة ما يقولون ولا يغيرون صدور الناس ضد التابعين أو ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على أشياء ليس لها سند، ليس لها سند. بارك الله فيكم. الكلام مفهوم يا عبد الرحمن؟ نبه على هذا بعض الأفاضل والذين لهم يعني لهم في الناس قبول يحدثون بالمكذوبات دون تثبت ودون تحري ودون تحري، فنرجو من الله أن يوفقهم للتحري ولا يعتمدون على القراءة أن الكلام موجود في البداية والنهاية. البداية والنهاية عول على كثيرين من الرواة المتروكين كأبي مخنف الكذاب والواقدي أحيانا الذي متهم بالكذب أيضا، فعليهم أن يتقنوا ما يذكرونه للناس، ليس القصد الإضحاك أو الإبكاء أو جذب عواطف الناس، ضروري أن ينتبهوا لهذا. بارك الله فيهم.